اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج ملف خاص وفي حلقة اليوم سوف نتقابل مع موضوع هام جدا هو موضوع الغريزة والغرائز ايه الخلفيات الكتابية عن الغرائز الخلفيات العلمية والإنسانية عن الغرائز ده موضوع حلقة اليوم خلوني في البداية أرحب بضيف الحلقة الدكتور عصام عزت اهلا بك يا دكتور عصام اهلا بحضرتك مشرفنا دايما تشكر خالص ربنا يبارك لما نيجي نتكلم عن الغريزه دائما فالناس بتبقى مستغربه ومتلخبطه ما بين الغريزه والشهوات والبقاء وعدم البقاء و... <applause> <applause> وعيب عشان كده أخدنا السؤال ده وسالنا بعض المشاهدين وكان ليهم بعض الردود هنشوفها ونرجع مع بعض تاني الغريزه حضرتك دي يولد الانسان مزودا بها حاجه بتبقى فيا انا من زمان الغريزه دي معناها ان حاجه جوايا زي غريزه مثلا الموت زي غريزه الاكل زي غريزه الخطيه حاجات بتبقى جوانا اعتقد الغريزه بس حاجه بتبقى في الانسان ممكن تبقى غريزه باي نوعها زي ممكن الحيوانات غريزه ممكن يبقى عنده التوحش او يعني الانسان ممكن يبقى توحد غريزه كده غريزه ما هو في غريزه ممكن غريزه زي الطعام زي الطباع الكويسه وممكن تكون طباع شريره دي شيء ينبع من القلب برضه متالي المعنى يعني اول حاجه جت في ذهني ان الغريزه هي حاجه فطريه جوه الانسان هو مش بيحاول يكتسبها انما هي موجوده جواه من تلقاء نفسها يعني اراء كثيره حول موضوع الغرائز صحيح يعني حضرتك شفت وسمعت ايه هي الغريزه تعريف الغريزه الغريزه أه الغريزه طبعا عارف حضرتك جزء من التركيب النفسي بتاع الانسان يعني انسان روح ونفس وجسد النفس محتواها ايه من ضمن محتوياتها اهم محتوياتها الغرائز والعواطف تمام والغريزه هي استعداد فطري زي ما سمعنا من واحد من اللي قاله في كيان الانسان مولود به لا يحتاج الى التعلم مش محتاج حد يعلمه للتصرف بطريقه معينه لاشباع احتياج معين تمام وبالتالي يعني لازم نبقى عارفين ان العبارات دي مهمه عشان اقدر اقول على دي غريزه مش كل اللي بيعمله الانسان لاشباع احتياجات ده غرائز في حاجات اتعلمها تمام ومن غير ما اتعلمها ما كانش ممكن يعملها لكن لما نتكلم عن غريزه دي حاجه ربنا حطها فيه صحيح. نازل للدنيا كده آه وبالتالي آه مش محتاج حد يعلمها له وبالتالي هو بيعمل الحاجه بكيفيه تلقائيه بمعنى أي إيه. يعني اديني مثال اه يعني من اشهر الامثله يعني الطفل لما بيتولد مين بيعلمه ياكل مين بيعلمه يرضع يعني من اول يومين كده مثلاً. محدش بيعلمه آه. لكن لو احنا حطيناها على المكان اللي هياكل منه صدر امه او خلافه هيرضع وهيمصه ولا لا؟ آه بالضبط كده فاذا الغرائز هي اشياء ميل فطري في كيان الانسان للتصرف بكيفيه معينه في موقف معين لاشباع احتياج معين محدش علمها له، الجعان العيل اول ما بيجوع يحطوه عند الاكل يتعلم انه ياكل ويتعلم ان هو يشبع نفسه متاسف ياكل ويشبع نفسه من غير ما حد يعلمه يعمل كده تمام كيف. تمام ايه انواع الغرايز اللي ممكن نكون محتاجين نسمع عنها انواع الغرايز احنا قلنا الغريزه هي لاشباع احتياجات معينه أي. وبالتالي الغرايز هي للوفاء بهذه الاحتياجات فحيثما يكون هناك احتياج يقابله غريزه مثلا الاكل في غرايز عضويه وفي غرايز نفسيه غرايز عضويه لاشباع احتياجات عضويه الاكل والشرب دول إيه؟ عباره عن ايه احتياجات عضويه احتياجات عضوية. عضويه مش كده النفس ان الواحد ياخد نفسه ايوه ده عباره عن احتياج عضوي فهناك احتياجات عضويه خاصه بالجسم بتاع الانسان لها غرائز لكي تشبعها حيثما وجد هتحصل الغرائز دي تتحرك علشان تشبع هذا تمام الاحتياج كمان الانسان له احتياج نفسي والاحتياجات النفسيه لها غرائز الانسان محتاج انه يكون على علاقات فيها شيء من المحبه أي. بينه وبين الاخرين يعني محتاج انه يتحب ومحتاج انه يحب. أي. الانسان محتاج انه يتقدر يبقى يعني له مكانه مقدر من الاخرين. الانسان محتاج يعني من ضمن الغرائز المعروفة او الغريزه الجنسيه. محتاج ان يكون في علاقه مع طرف تاني من جنس تاني في علاقة جسدية لإشباع احتياج غريزي عنده اسمه الاحتياج الجنسي ده واحد من الاحتياجات الاحتياجات النفسية كثيرة والاحتياجات العضوية محدودة عنده غرائز تشبع دي وعنده غرائز تشبع تمام دي أنواع الغرائز في داخل الإنسان لما بنقول غريزة دايما الذهن يروح ناحية الشهوات ويتكسف يقول إنها غريزة ودايما يسمي يعني الزين يروح ناس الغريزه الجنسيه مم. واختزلت كل الغرائز في قصه الغريزه صحيح. الجنسيه عايز حضرتك تفك الاشتباك بين كلمه الشهوه والنجاسه والغرائز مم. الشهوه هي رغبه ملحه للحصول على شيء قد يكون هذا الشيء صح وقد يكون هذا الشيء غلط تمام فهي رغبه ملحه للوصول الى او الحصول يعني الرب يسوع مثلا لما قال شهوه اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح مش كده؟ ليست شهوة شريرة ليست شهوة شريرة أه، لما الكتاب قال لنا مثلا شهوة الصديقين تمنح ده صديق أيه. أي. فبيشتهي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ شهوة حسنة شهوة حسنة يبقى إذا الشهوة هي الإلحاح وده مش لازم مرتبط بغريزة الإلحاح للحصول على شيء والشيء ده كويس رب عايز ياكل مع 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 التلاميذ الفصح فالشهوة هي الرغبة الملحة للحصول على شيء وليست ضرورة مرتبطة بغريزة والشهوة كلمة شهوة ليست خطية وإن كانت الشهوة ممكن تبقى خطية تمام في أنواع من الشهوات خطية وفي شهوات عادية شهوات بس الشهوة هي عبارة عن ميل إنسان نفس الكلام بالنسبة للغريزة الغريزة في حد ذاتها هل هي خطية؟ اطلاقا الإجابة لا بس الغريزة هي لإشباع احتياج الشهوه مش لازم يبقى في احتياج لكن فيه رغبه للحصول على او رغبه للجو الفلاني او رغبه للمثول في المكان الفلاني الغريزه هي محطوطه اساسا لاشباع احتياج هناك احتياجات في الكيان الانساني فالاحتياجات في الكيان الانساني بتخلي الكيان الانساني يتصرف في الموقف ده بكيفيه تلقائيه التصرف بالكيفيه التلقائيه دي ايه اللي بيخليه يتصرف كده هي الغريز. هذه الغريزه اللي هي ميل فطر عنده يتصرف بالشكل ده هل كانت الغرائز موجودة وقتها ما كان الإنسان في الجنة قبل السقوط ولا سيما الغريزة الجنسية؟ من كلام الرب نقدر نفهم موجودة ولا مش موجودة يعني هو لما بيقول له من جميع شجر الجنة تأكل يبقى موجودة ولا مش موجودة؟ تمام موجودة مش كده برضو؟ فإذا الاحتياجات الجسمية موجودة لما قال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الأرض لما أول ما آدم شاف حواء ورحب بيها وقال الكتاب عشان كده يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته بامرأته ويكونان جسداً, واحد. جسداً واحداً جسداً هذا نوع من العلاقة ده قبل السقوط ولا بعد السقوط؟ قبل السقوط قبل السقوط يبقى إذا احتياج آدم يعني أما لنفسه فلم يجد معيناً نظيره هناك احتياج فهذه الاحتياجات العضوية بما فيها, فيها الغريزة الجنسية موجوده قبل السقوط تمام وفيها في حد ذاتها يعني في فرق بين الغريزه لاشباع احتياج وبين انا بستخدم الغريزه صح ولا غلط فالغريزه لاشباع احتياج ما فيهاش اي شيء من القلب خالص السقوط شوه أه طرق الاحتياجات ده ده شوه كل حاجه بما في ذلك الغرائز وبما في ذلك الشهوات بما في ذلك الميول الانسانيه كلها تمام هل اثر السقوط في وجود الغرائز في الإنسان سواء بالحذف أو الإضافة أو التشويه أو التعديل سقوط عمل إيه؟ طبعا أثر كتير أثر في أضافة أضافة ما يسمى بغرائز الطبيعة القديمة الطبيعة القديمة مش ممكن تعمل كده الحاجة الثانية شوه استخدام الغرائز الطبيعية يعني عمل اتنين الطبيعة القديمة لها غرائزها أنا خدت طبيعة أنا ساعة ما آدم آدم اتخلق كان إنسان له طبيعة هذه الطبيعة لها غرائز لها احتياجات الطبيعة القديمة لها احتياجات منها الأنانية منها مثلا من البطن سميته عصير. عصير العناد منها الاعتداء على الآخرين منها المل الأولوية من يعني في حاجات كثيرة جدا منها اللذة الوقتية يعني اللذة الوقتية عدم تأجيل الرغبات دلوقتي عايز الحاجه دي اه يعني يسموها ستيمولس ريسبونس يجي المنبه عايز التحقيق الفوري لهذا المنبه منها الصراع عرف فكره الصراع عشان انا اكون الاول هذا الصراع واحد من غرائز ورغبات الطبيعه القديمه وتلاقي الحاجات دي كلها هي عباره عن اهداف في حياه الانسان العادي فهي اضافت الطبيعه القديمه اللي خدها الانسان بالسقوط لها غرائزها اضيفت هذه الغرائز لكيان الانسان بعديها الغرائز دي اصبحت يعني مختلطه مع الغرائز الانسانيه الطبيعيه. فالأكل في حد ذاته كغريزه ماله؟ انا جعان اكل ولا ما شيء، اكل اكل صح؟ لكن تخيل بقى ان في ناس الههم بطنهم ايوه عايش يعني. علشان ياكل عايش علشان ياكل. خليني اقول ببساطه هي حولت الاحتياجات التي تشبع بالغرائز الى رغبات نهمه فنشطت الغرائز للحصول على هذه الاشياء بكيفيه نهمة لم تكن موجوده لو كانت المساله مساله فقط ساديه تمام تمام وده عملوا مع ايه عملوا مع كل الح... كل الامور سواء الغرائز النفسيه سواء الغريزه الجنسيه او سواء الغرائز ال... ال... العضويه تمام اللي هي الإشباع احتياجات عضويه بالاضافه لكده طبعا زي ما حضرتك عارف ان الطبيعه القديمه بالسقوط زودت فراغ الانسان والفراغ اللي زاد في كيان الانسان بيزود النداء فاصبح النداء الغريزي عنيف حاجه تانية مفروض ان الغرائز في وضعها الطبيعي تشبع بطريقه شرعيه مش كده يعني ايه بتشبع بطريقه شرعيه يعني انا جعان وانا ماشي في الشارع وفي اكل مش بتاعي مش من حقي اخطف تمام لكن من ايه اللي يحصل؟ الطبيعي اني بأجل الرغبه لغايه ما اروح البيت اكل اكلي أكل طيب مش كده مشروع طيب. كده مشروع لا ما اصبحش لان مفيش تأجيل رغبات اصبح عارف يعني المياه المسروقه ايوه حلوه خبز الخفيه لذيذ لذيذ ايه اللي حصل؟ الطبيعه لوثت لوثت الغرائز الطبيعيه وحولتها الى رغبات ملحه نهمة لاشباع شهوات ليس فقط لإشباع او الوفاء باحتياجات صارت هناك استحسانات لطرق غير مشروعه لسداد الاحتياجات الجسديه والنفسيه صحيح كده. ودي كلها عملت لنا ملامح الانسان في ادم الانسان في ادم الانسان الطبيعي شكله ايه هو ده شكله بعيدا عن الله الغرائز تحركه ولا يمكن اشباعها أوه. على الاطلاق ده صحيح كيف ينظر الله الى الانسان اللي بتدفعه الغرائز دفعا لحياه اختزلت كلها في اشباع الرغبات بيبصله ازاي تقييم الله يعني, يعني الحقيقه التقييم الالهي للانسان من ناحيه قيمته فهو انسان أي. يعني غالي مش كده لكن التقييم الالهي للسلوكيات الانسانيه يعني خليني اقول الله يتمنى أي. اللحظه التي يسلم الانسان نفسه ليها عشان يخلصه من كل الوسائل الغلط اللي بتدفع دفعا ناحيه الحصول على الاشياء بالطرق الغير شرعيه أي. يعني شوف مثلا السامريه السمريه عندها غريزه جنسيه صح؟ أي من حقها تشبعها ولا لا؟ من حقها من حقها تشبعها ولو اشبعتها بالطريقه الطبيعيه ما فيش مشكله مش كده؟ لكن اللي خلاها بهذا الشكل الفظيع؟ النهم الفظيع اللي كان عندها اللي خلى الرب قال لها كان لك خمسه ازواج والذي لك في البيت الان ليس زوجك، ليه؟ ايه اللي حصل؟ هذه هي الطبيعه الشرسه تمام والنهمه اللي بتحاول انها تشبع الامور بطريقه صحيحه، ماذا صنع المسيح معها عندما كان على الارض؟ طيب. يعني شوفي مش قد عشان يوصل للمكان اللي هي قدرها فيها. وقال لها يا امراه تقدير الشخص والكيان لكنه لا يوافق على السلوكيات طبعا لا يوافق على السلوكيات ابدا لكن في نفس الوقت الله يتمنى اللحظة التي يأتي هذا الشخص ويسلم حياته ليه ويقدر يخلص أشكرك هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عزيزي المشاهد ألتقي بيك بعد الفاصل ابقى معي رجعنا مرة ثانية عزيزي المشاهد نكمل كلامنا في هذه الحلقة عن موضوع الغريزة والغرائز دكتور عصام آه، كنا سألنا المشاهدين عن أهمية الغرائز هل للغرائز أهمية في حياة الإنسان؟ أيضا كانت هناك بعض الإجابات نشوفها ونرجع نكمل كلامنا أهمية الغرائز في غريزة حب البقاء اللي هي يعني الغريزة الجنسية فالرب وضحها لأن الإنسان يبقى ويعيش يعني الغريزة دي شيء طبيعي ربنا يعني له عشان لهدف معين يستغلها في الصالح. أهم اهميه الغريزه زي الجوع العطش الجنس يعني لها اهميه حيويه في الانسان بس الانسان لابد ان يسمو بها والا صار هو والحيوان واحد. اهميتها في حياه الانسان انها اوقات كثيره ممكن تعرفنا مثلا على حاجه غلط يعني بتبقى غرائزنا من جوه خايفه شعور من جوه خايف ان احنا نعمل الحاجه المعينه. أهمية الغرائز إيه رأي حضرتك؟ هل هي مهمة؟ مش ممكن الله يحط حاجة مش مهمة. ليه؟ لأن إحنا لما كنا بنتكلم عنها في الأول كنا بنتكلم عنها لإشباع إيه؟ احتياجات. احتياجات والله مسؤول عن الوفاء بالاحتياجات. والغرائز هي الأشياء هي هي, هي الميل الذي يدفع الإنسان دفعاً للحصول على الشيء الذي يشبع هذا الاحتياج هو ده اللي حصل يعني ده ده اللي الله عمله. اللي الله وضع فيه وضع بسبب الغرائز في الانسان فهي موضوع اساسا لاشباع الاحتياجات لان انا حياتي في الدنيا مش مفروض باخد منها اكثر من الاحتياجات تمام حضرتك اشرت انه بالسقوط تشوه النظام اللي ربنا عامله وتشوهت الغرائز الاساسيه الموجوده في كيان الانسان وايضا ظهرت غرائز جديده منها الانانيه حضرتك شورت عليها لكن عايز اتكلم عن عندما عمل الله فينا عملا جديدا واخذنا طبيعه جديده بالولاده الثانيه، هل هناك غرائز جديده اخرى زرعت فينا؟ من من يعني من الكتاب نفهم ان كل طبيعه لها احتياجاتها. ولما اتكلمنا عن الطبيعه الانسانيه فالغرائز هي لاشباع الاحتياجات الانسانيه. لما الانسان سقط واصبح يتولد بطبيعه قديمه اصبح بيتولد بغرائز منها من البطن سميته عاصي الطبيعه القديمه لها غرائزها تمام. اللي ما تستريحش غير لما تعملها لكن كمان بالولاده من الله الانسان بياخد طبيعه جديده أي. أي. وزي ما قال الكتاب صرنا شركاء الطبيعه الالهيه الالهيه هذه الطبيعه الالهيه لها غرائز ما تستريحش غير لما يعني ما تشبعش الا اذا نفذت هذه الغرائز فنفس الرسول بطرس لما بيتكلم عن شركاء الطبيعه الالهيه اضاف العباره دي من اهم خصائصها ايه هاربين من الفساد الذي في العالم, الذي في العالم بالشهوه فالطبيعه الجديده لها غرائزها في فساد تشارك فيه ولا ما تشاركش لا تهرب من الفساد طبيعه الطبيعه الجديده من ضمن غرائزها القداسه لانها طبيعه الله والله طب ماله الله قدوس تهرب من الفساد لكنها تحب القداسه تلجا القداسة. يعني الطبيعه الجديده تستمتع بجو القداسه أيوة. تتلذذ بجو القداسه مبهج جدا الجو اللي فيه قداسه بالنسبه للطبيعه الجديده في الوقت الذي تكون فيه مخنوقه ولا تتغذى على اي شيء يتعارض مع القداسه الطبيعه الجديده فيها خصائص الله الله بيحب ولا لا بيحب تحب الاخرين وتحب بدون مقابل وتحب مش كرد فعل لكن كفعل لانها طبيعه الله والله محبه. قلنا ان الطبيعه القديمه انانيه، طب والطبيعه الجديده؟ عطاء عطاء عكس الانانيه، يعني خذ صفات الطبيعه القديمه وعكسها تبقى هي صفات الطبيعه الجديده ودي ليها غرائزها، ليه الواحد يحب القداسه؟ ليه الواحد يحب المؤمنين؟ ليه الواحد يحب كلمه الله؟ ليه الواحد يحب الاجواء الروحيه؟ يعني ان كان الطفل بيرضع لبن فالرسول بطرس برضو يقول لنا كاولاد كاطفال مولودين, مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي عندكم غريزه أي. الطفل عنده غريزه يشرب اللبن انتوا عندكم غريزه اللبن العقلي العديم الغش هو عايز ياكل والرب يسوع قال ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمه تخرج منه فمال دي عباره عن ايه دي؟ عباره عن غرائز الطبيعه الجديده يا ريت تديني مثال كتابي او مثالين المثال الاول لشخص كانت تحركه غرائز الطبيعه الساقطه ومثال اخر لشخص تحركه غرائز الطبيعه الجديده وتعمل مقابله بينهم علشان بس نقرب ناحيه احبائنا المشاهدين بامثله واقعيه يعني اللي كانوا بيحركهم الطبيعه الساقطه في الكتاب قوي يعني مثلا شاول الملك كانت اي طبيعه بتحركه هو كان عنده الطبيعه الساقطه هو ما كانش عنده غيره واحنا بنتكلم عن الغرائز فغرائز الانسان وغرائز الطبيعة الساقطة موجودين في كل البشر المؤمن في الاتنين دول انسان وفي الطبيعة القديمة وفي غرائز الطبيعة الجديدة لانه شخص مولود من الله فشاول الملك لم يكن مولودا من الله فكانت في كل تحركاته السلبية والإيجابية تحركه الطبيعة الساقطة وحضرتك عارف أنه لم يعني الإنسان بيبقى الدنيا مخلوطة عنده يعني الطبيعة الساقطة بتستغل حتى غرائز الطبيعة الإنسانية العادية تمام. وبتحاول تشبعها بشهوات يعني مثلا شمشون أيوه. ما الذي كان يحركه؟ كان يحركه الطبيعه الساقطه الطبيعه الساقطه بكل ما فيها مش كده برضه؟ تمام عينيه بص عجبه الحال حسنت في عينيه بالظبط كده ولما الطبيعه ساقطة بتحرك بتخلي الشهوات جامحه بشكل فظيع وزي ما قلنا من شويه بتحول الشهوات الى رغبات نهمه بنسبه كبيره واعتقد شمشون شمشون مثال واضح لهذا ال ال النموذج من الناس. تعال بينا مثلا ليوسف بالمقابله بقى ما احنا الصنف المقابل ما, ما الذي كان يحرك يوسف؟ مبادئ الله يا يا على يا على الشاب الصغير ده يا على الشاب الصغير ده حتى وهو في بيت ابوه وهو بينقل النميمه مش عاجبه الكلام الوحش اللي بيقوله اخواته مش عاجبه بيهرب منه وبيروح ينقله لابوه يا عليه وهو مترفع في منتهى النزاهه مترفع عن انه يتنازل عن القداسه مهما كان المقابل يا عليه وهو في السجن في السجن منتهى العطاء منتهى التعب لاجل الاخرين، منتهى الفرح لخير الاخرين، يعني شوف ال... 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 في اصعب الظروف، هذه الظروف لم تمنعه من ان غرائز الطبيعه الجديده اللي فيه تظهر. يا عليه لما كان حتى بيعبر عن ألمه ما قالش كلمه وحشه على حد، تخيل يعني يعني انا سرقت من ارض العبرانيين صحيح. وايضا لم افعل شيئا حتى اتوا بي الى السجن، يا للدرجه دي مش عايز تقول كلمه وحشه لا في حق مرات فوتيفار ولا في حق اخواتك ايه الترفع وايه النزاهه دي يا على روعته لما قابل اخواته صحيح انه ضيق عليهم عشان يقودهم الى التوبه دي حصل حصلت لكن في نفس الوقت كان يعني في منتهى اللطف وكان في منتهى الروعه وهو بيتعامل معهم دي عباره عن ايه دي الانسان العادي يعمل كده الاجابه لا غرائز الطبيعه الجديده لا يمكن تقليدها تمام تمام لكنها غرائز طبيعه لابد ان تكون الطبيعه موجوده ممكن تقليدها شكلا لكن في جوهرها لا اسمح لي نقف شويه عند غريزه مهمه الغريزه الجنسيه ولا سيما انه اكيد في جمهور كتير من الشباب ممكن يكون بيتابعنا وعايزين نحط النقاط على الحروف عايزين نتكلم عن ما هو طبيعي اللي ربنا خلقنا عليه وهي موجوده من امتى ودورها ايه والمعاد الصحيح لعمل هذه الغريزه امتى وإزاي ممكن إساءة استخدام هذه الغريزة أو هذه الممارسة يعني حط لي ضوابط وعرف لي لأنه ممكن يقابلني شاب صغير بدأ يكون عنده إلحاحات داخلية مجرد الإلحاح الداخلي يعتبر أنه جرم وذنب وأنه وقع فأنا عايز أفرق ما بين التحرك المبدئي للغريزة وبعدين إتمام هذه الغريزة يعني شوية تفاصيل عن الغريزة الجنسية وانت سألت عشر أسئلة طيب <applause> <applause> خلينا ناخد يعني كلمة كلمة فيهم <applause> الغريزة الجنسية واحد من الغرائز الإجابة أيوة محتاج لحد يعلمها لي لا مش محتاج لحد يعلمها لي هل في احتياج جنسي طبعا الغريزة دي محطوطة علشان إشباع الاحتياج الجنسي السؤال اللي بعد كده هل هي خطية طبعا لا خالص هل ميل الشاب للشابه هذا الميل في حد ذاته هل محتاج لشابه؟ طبعا ادم كان محتاج اما لنفسه فلم يجد معين النظير هل الشابه محتاجه لشاب؟ الاجابه ايوه هل اذا عبر كيانها الداخلي عن هذا الاحتياج ده في حد ذاته خطيه؟ طبعا لا محتاج مش بس لعلاقة حب بينه وبين شابة لكن محتاج أيضا لعلاقة جسدية بينه وبين شابة هذا الاحتياج إذا جه في ذهن الإنسان أو ألح عليه من الداخل هذا الاحتياج يعبر عن عمل غريزي وهو ليس في حد ذاته حب. لغاية كده الأمور طبيعية لغاية كده الأمور طبيعية تمام يجي حاجة ثانية بقى كيف تشبع الغريزة في وضعها الطبيعي إحنا من شوية كنا بنتكلم عن استغلال الطبيعة القديمة للغرائز الطبيعيه ومحاوله سوء الاستخدام لهذه الغرائز تمام. وسوء اشباع هذه الغرائز بطريقه مش صحيحه الطبيعه القديمه بتحاول تعمل كده نفس الكلام مع بالذات مع الغريزه الجنسيه الغريزه الجنسيه من الغرائز اللي ليها الحاح جامد شويه يعني هي واحده من الغرائز التي تحتل وضع خاص في عواطف وسط العواطف تحتل وضع خاص وفي غرائز وسط الغرائز تحتل وضع خاص ولها قوه دفع جامده و و ولها متعة بعد الحصول عليها متميزة تمام. نقدرش ننكر هذا الكلام وده كله ده مش غلط يعني كله ده لحد كده مش غلط لكن في مشكلة خاصة بيها وهي ايه هناك فرق بين بداية عمل هذه الغريزة وبين وقت استخدام هذه الغريزة الاستخدام الصحيح في فترة زمنية بين كده وبين كده الغريزة دي موجودة الطفل ما بيتولد بيها لكنها بتبدأ عملها بنشاط في سن المراهقة السن اللي يسموه سن البلوغ اللي يحصل فيه تغير في في شكله في الجسم وفي الميول الداخليه. تمام وبرده ده مش غلط يجي في مرحله معينه العيل اللي كان بيلعب مع البنت دلوقتي يجي يلعب معاها يلاقي نفسه وشه حمر واصبح مكسوف واصبح بيبص لها نظره ما كانتش موجوده في الاول، الكلام ده كله مش غلط انه يكون موجود ولغايه كده ليس في حد ذاته خطيه. بس هو بيوصل يلاقي بقى في ميل ملح عنده للتعامل مع هذه الانسانه اللي كان بيتعامل معاها ببراءه في مرحله الطفوله للتعامل معاها تعامل خاص النظرات ما اصبحتش نفس النظرات الاولانيه اللعب ما كانش نفس اللعب وهكذا في في حاجات تانية جدت في كيانه الانساني هذه الاشياء اللي جدت في كيانه الإنسان انت عارف المبدا ان كل جديد له غيه الحاجات الجديده دايما بيبقى ليها قوه دفع غير عاديه في نفس الوقت المجتمع الشرقي بيتعامل مع الاشياء دي بنوع من الحذر الشديد يخليها من فصيلة الممنوع وده بيخ... بيزود الرغبة عنده لأن معروف أن الممنوع مرغوب تمام. فبيزود الرغبة عنده بيزود اشتعال هذه الرغبة عنده ال... الشاب بقى لما بيعيش في الجو ده تبص تلاقي الإلحاح بيزيد وهو بينكف مع نفسه الإلحاح بيزيد وهو بينكف مع نفسه كل ده بيخلي الاشتعال الداخلي في كيانه فظيع جدا ما هو التعامل الصحيح التعامل الصحيح هو اني اعرف ان هناك فرق بين الالحاح يعني يعني انا هجيب ايه ويمكن تبين الكلام الايه بتاع لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان يعني جعان من حقه ياكل ولا لا ياكل طب ياكل ازاي انا سرق يسترجع عشان ياكل لا ده مش من حقه غلط سرق سرق. هل من حقي ان اؤجل الميول والرغبات حتى ياتي الوقت المناسب لاشباعها ده المفروض من شويه كنا بنقول ان انا لو جعان وماشي في الشارع مش من حقي حا... اخطف الاكل مش بتاعي مش كده؟ صحيح. صحيح وبالتالي الفتره ما بين نضوج الغريزه الى الى ممارسه الغريزه دي اسمها فتره تدريب الاراده تمام وتدريب الاراده مهم جدا محتاج ازاي يقول لنفسه لا أ... ضبط النفس ده بقى. ضبط النفس وازاي يقول لنفسه لا تمام وطبعا الولاده الولاده الجديده وسكن الروح القدس فينا بتمهد كمان لضبط نفس أكتر مع الانسان يعني الانسان بحسب ارادته العصا ما يقدرش يضبط نفسه الا لو سلم ارادته للروح القدس بالولاده الجديده تمام يقينا العمل الالهي له تاثير كل شاب بيشوفنا الشركه اليوميه مع الرب واتاحه الفرصه للروح القدس بيضبط كل شيء بحسب البرنامج الزمن اللي الرب حطه ليه صح مشكورك يا دكتور عصام وصلنا لختام الحلقه الرب يباركك شكرا. شكرا. عزيزي المشاهد تكلمنا في حلقه اليوم عن الغرائز وعرفنا انها لتسديد احتياجات موجوده عند الانسان وان كانت الطبيعه القديمه لها نداءات لكن ايضا لنا طبيعه الهيه زرعت فينا بالولاده الجديده وايضا لها احتياجات احتياجات راقيه احتياجات ساميه والوجود في محضر الرب دائما هو الذي يشبع هذه الاحتياجات تكلمنا كثيرا عن الغريزة الجنسية وعرفنا أن ربنا حطها في الإنسان لاستبقاء حياة على الأرض لكن ليها معاد وما بين الشعور بالاحتياج وتسديد هذا الاحتياج في التوقيت اللي ربنا حطه هي مرحلة تدريب على ضبط النفس عزيزي الشاب من حقك أنك أنت ترمي نفسك على الرب وتقول له علمني ضبط النفس يا رب لغايه ما يجي الوقت اللي فيه انت تفتح لي المجال الشرعي بالطريقه اللي ترضيك وترتب لي ما يسدد هذه الاحتياجات والرغبات والتقي بك عزيزي المشاهد في حلقه جديده قادمه ولو عندك اي اسئله ابعت لنا على العناوين اللي تظهر في نهايه الحلقه والربو معك